باهي. خديت كعبات كعبات غرام متوسطين معناها هذو معناها من المستحسن يكونوا صغيرين شويه معناها كعبات بالفيت بوم وباش نحاول نفرغها. وكان ما عندناش ميساج نقسموهم على زوز ونفرغوهم بالمغرفه. والله هي من المستحسن تكون معناها حتى بالفيت بوم والا بالسكينه صغيره معناها تنجم هنا جوست انا بالفيت بوم عملت معناها جوست. الفيت بوم هو هذا راهو. تراساج نتاعها بعديك باش ناخذ سكينه صغيره. باش نحاول نفرغها بشوي بشوي نتبعها بشوي بشوي تخرج كامله ومن بعد باش نبقى نتبعها بالسكينه فوالا تشوفوا فوالا نفرغوها كومبليتمون تبقى نظيفه هذه ما تشدش برشا في الكويسون باش نعاود نحط ولا باش نقليها الكعبات الباذنجان معناها كعبات القلاع باش نقليهم دونك شويه زيت نجمه نار قويه زيت نجمه نار قويه خليها تسخن تسخن بالكدا نفس الزيت من بعد باش نقلي فيهم بعد كعبات الكويستو باهي فوالا كملنا نفرغ هذايا هذوما زيد باش تقليه باش باش يتشويو باش يتشويو هوني خرجت الريحه البنينه اون بلوس تاعهم عجبتني انا راهو فازا شيخ عليه فوالا شوف توا هذيا جوست باش نقليوها نحنا توا مليك باش تسهل لنا في الكويسون تاع الكوسه بعد قبل ما نفرسيو باش حطوه في الزيت شوف الزيت نتاعي سخن ولا زيل شوي زيل شوية هكا تبدا معناها الريسيت نتاعنا معناها بريس كملت هكا بريس كملت هي سهلة ما فيهاش برشا فيهاش برشا خدمة هذا فيسع فيسع يحمر جست بارتي اللي تشوفها هكايا كيما هكايا خذيت الكولور نتاع حمارت نتاع الشوايين حمارت تنجم تحطها في البلاك دونك نحضروا امتيت بلاك باش تدخل للفور فوالا اللي تشوي اللي شاح يلبس اللي شاح يلبس فوالا الزيت سخن انا تو باش نحط كعبيت القراع باش نقليهم شويه باش نحمرهم شويه باش من بعديك نخليهم يستقطروا من الزيت اللي قليتهم فيه وباش نفرسيهم بالحم مفروم. هكايا البارتي الاولى حضرت نتاع القراع اللي باش نعملوا باش نعملوا بالفارس. الكورجيت قليناها تو حطيناها بردت شويه نحاول نخدم هكايا الحم شويه بالصوابع ومن بعد باش نسهل الكابل الكورجيت باش نفرسيها نبقى نتبع بصبعي دوبلاش هكايا جوست معناها ما تنزل بشويه بشويه خاطر تو ولات بعد لقليتها ولات ديليكات شويه خليها شد الفورما تو بريسك خلينا نقول 70% من الروسيت حضرتها خاطر جوست تو باش نحضر لها الصوص نتاعها ومن بعديك يبقى جوست الروز يطيب وكاو بالنسبه لي انا مالك حضرت كعبات القراع فارسي حضرتهم الحمى فرسيتها بالحمى مفروم وكما شفت بكري كيفاش فواحت توا باش نطيب الصوص نتاعها اللي باش نحط فيها تكمل الكويسون نتاعها باش نحط البات البوله تسخن الطنجره تسخن حطيت زيت نجمه باش تسخن شوية نخلي الزيت يسخن مليح بعديكا باش ناخو مغرفة ثوم وعندي شوية بصل ملي قصيتهم بكري بقاو كيما شوف لهنا الصوص الصوص معناها هي ماهيش صعيبة برشا ما تشدش برشا وقت جوست انك انت معناها فيها ديزيتاب معناها مهمين فيها ديزيتاب مهمين ليتاب الاولانية انك انت كيفاش باش تنظف كعبات القراع من داخل أيه؟ فواحت الحم
قليت كعبيت القرعة قليتهم خليتهم يبردوا فرسيت فرسيتهم وطوى جست باش نحضر الصوص نتاعها الزيت سخن باش ناخذ كميه نتاع شطر بصله باش نحطهم يتقلاو مغرفه نتاع قهوه ثوم بلا برانسيبال نتاعنا كعبيت القرعة توا كملت فرسيتهم توا باش نحطهم في الصوص اللي زدتها بكري شويه شويه هريسه وفوحتها زدتها شويه وريقات وريقات تابل وتوا باش نحطهم في الصوص يطيبوا وننساهم باش نغطيهم باش نحط لهم الغطاء ونخليهم سايق هذوما نخليهم يطيبوا لو طون اللي باش يحضر الرز نتاعهم اوكي.